بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليكم. كيف أزيل الزكام المحتبس هون؟ يعني عندي لدي أنا زكام كتير وراسي عبيوجاني وعندي احتباس. الله أكبر، لا أستطيع أن أتنفس. هناك طريقة من القدمين، الماما والبابا بيساعدوني للقيام فيها، ماذا أفعل؟ أولا لكي نعرف المناطق لكي أزيل الزكام كما هي ظاهرة بالصورة، إنه تحت الأصابع هناك يعني واحد تحت الأصبع ما بين كل إصبع ونقطة، واحد اثنين ثلاثة هذه أربعة نقاط. بس بغض النظر ليس هناك فقط نقطة، يجب العمل على كل هذه النقاط، ليس هون فقط، يجب العمل على رأس الأصابع. كيف أقوم بالعمل على هذه المنطقة كلها سوا من هون لهون؟ عندما يكون في عندي أنا احتباس بالزكام بهوني، النقاط الموجودة بهوني واحتقان ووجع رأس، تدمع عيوني وأذني مغلقة، يعني يجب يعني نعمل شيء. أولاً يجب تدفئة النفس، بس تدفئة حالك، تدفئة جسمك. يعني مختص السخن لرجلي جيد جدا، دفي رجلي، ضعهم بماء سخنة، بغض النظر تضع زنجبيل تضع أي شيء أنت بتعرفه أفضل، بس ماء أفضل. هدفنا هو تحمية القدم، وبصير قرص أصابع، أقرص رأس أصابع، أقرص رأس الأصابع، أقرص رأس الأصابع، أقرص رأس الأصابع. كمان هيدا الكبير يجب الاهتمام فيه، لأنه صغير هيدا كرسته مرتين خلص، بس هيدا كبير يجب كرسه أكثر. كمان تحت الأصابع بهذه الحركة. بس طبعا لاحظي هون، عندما تجد نقطة قاسية اعمل عليها أكثر. بهذه الحركة يعني قرص قرص قرص، مشي الاصبع، تفتيت، ليس هون ايضا، بيت هوني ما بين الاصابع هيدي الجلدي، قرص مسح، يعني قرص مسح مسح بين الجلدي قرص. يفضل نضع ايدينا هون كمان حماية للقدم، قرص سحب مسح تليين العظم، تليين العظم السحب للأعلى، لاحظوا هي وسحب من الأعلى وسحب عصبية حط بعضهم هي، يعني صحيح ينو هذه الحركة قرص قرص. ما هو هدفي؟ تليين هذه المنطقة، يعني أقوم بهذه الحركة. أنا أمطط الأوتار والعضلات والأعصاب وأرجع أثنيها، أضغط عليها بهذا الشكل، تليين العظم لكي يتحرر الدم ويزول الاحتقان. الآن عندما نقوم بهذه الخمس دقائق العمل يزول الاحتقان من الآن فورا، ليست مسحة، جربوها. شكرا وقتكم، بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.